أتواصل معكم في هذا الشوط لأختم مشواري في هذا الصباح بعد نهاية هذا الشوط مباشرة، لأدع الفرصة وأيضا الأشواط المتبقية للزملاء المعلقين محمد الحسن وراشد الزرعي وسالم بن محمد المري ليواصلون معكم مشوار التعليق في الأشواط القادمة، بداية بالأشواط الأولى الرئيسية لفئة الصعود، بينما شوط الختام وهو السابع في مجموع أشواط القعدان يستعد للانطلاقة. شوط السابع القعدان؟ السابع القعدان. إذن أيها الأعزاء، الباز ولهب والحنيش، السعدي رعد وبديع وشاهين الفارس وغان مياس، هذه الأسماء انطلقت أيها الأعزاء في شوط الختام، شوط ما قبل أشواط الكؤوس التي خصصت لفئات الصعوب. والمركز الأول الآن التقدم من الباز لمحمد بن ذروة المري على مقدمة الشوط، شعار بن ذروة ومبروك الشعار، أتمنى أن يكون فال خير وفال الناموس لهذا الشعار المميز على مقدمة الشوط. المركز الثاني هنا تقدم وتسلل محمل الرقم 23 يا أبو الحسن، عند من هذا؟ عند بن قطامي، هادي بن سالم بن قطامي، لكن ما له اسم هادي بن سالم، ما سجلوه محمد في الكشف، سميه شاهين. شاهين لهادي بن سالم بن قطامي، أكيد سالم بن قطامي، هادي بن سالم. إذن المركز الثاني اللي غير مجريات الأمور حمل رقم 50 حمد بن محمد الزعبي، ولكن دخول على شعاره من حمل الرقم 5، حامل الرقم 5 باسم من هذا؟ هذا شعار عبد الله بن سالم بن فهد الهاجري. عبد الله بن سالم بن فهد الهاجري، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن الباز وبن ذروة وعبد الله بن سالم بن فهد الهاجري، خالد بن سالم بن فهد الهاجري، الشعار المميز على ثاني المراكز، ولكن الباز وسلالة الباز، سلالة الباز المميزة، سلالة الباز المعروفة، سلالة الباز التي تصول وتجول على أرضيات المضامير بدون أي توامر بدون أي تعليمات، محمد بن جار الله بن ذروة المري، ولكن ما زال مهران أيها الأعزاء يحاول خالد بن سالم بن فهد الهاجري، وفي رصيدة سيارة في ميدان الجوف، في رصيدة موتر في ميدان الجوف صاحب المركز الثاني، ولكن الباز اللحظات الأخيرة، الباز ومهران عبد الله بن سالم بن فهد الهاجري ومحمد بن جار الله بن ذروة، والمعركة طاحنة أيها الأعزاء، ولكن الباز 100 متر أخيرة ينتزع الباز هذا الشوط، يتميز ولد الباز، يتميز من أشبه أباه فما ظلم يا بن ذروة، أشبه الباز وتميز في هذا الشوط، تهانينا والناموس على فوز الباز و انتزاع لناموس الشوط. المركز الثاني لعبد الله بن سالم بن فهد الهاجري، المركز الثالث عند بن مسعود، المركز الرابع والخامس، وبقية المراكز نتركها أيضا لخط النهاية، التوقيت الزمني 2:19 بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذه الأشواط وأيضا المميزين، وأخص بالتهاني